روسيا في موسكو باللغة الروسية. لما كنت هنا أظن قطر المبهر لا يشعر أحد بقطرة وحيدة. لعل تلك الكلمات تلخص سيرة الشاعر والروائي أشرف تونسي، سيرة حاولت ألا تضيع في الزحام وهي تبحث عن ذاتها. في هذا المساء نحتفل بأشرف أبو اليزيد وأشرف أبو اليزيد. حقيقة عندما أتكلم عن أشرف أنا أتكلم عن جيلي، صحيح أنني أكبره بسنوات ثلاث، لكنني أراه لا أقول ظاهرة ولكن أتحدث دائما عن الدأب والاستمرارية. فلا كتابة بلا دأب ولا نص بلا استمرارية ومعرفة ورحلة في المكان والزمان والروح. أشرف الذي دائما ما أقول عنه إن الغربة ظلمته كثيرا، لأننا في مجتمع ثقافي لا يحتفي أو يهتم إلا بالجالسين أمامه. هذا الأمر تعرض له محمد البساطي، تعرض له بهاء طاهر. الأول كان مسافرا لسنوات طويلة في السعودية، والثاني بهاء طاهر كان مسافرا لسنوات طويلة جدا في سويسرا في جنيف تحت. أشرف لم يجد المكان اللائق الذي كان أو المكان الذي يحتويه كمثقف وكشاعر وكرسام بين قوسين، اعتزل الرسم كصديقي الحبيب حسام السكري أيضا الذي اعتزل الرسم. هؤلاء بالنسبة لي، حسام الذي يجلسه الدكتور حسام هو طبيب بالاساس، واشرف وغيرهما هم ايقونات في الوسط الفكري والمعرفي والثقافي والابداعي باشكال شتى. انني اعرف اشرف جيدا، اعرفه ليس على المستوى الشخصي فقط ولكن اعرفه منجزه. هو يقول في الفيلمين او في بين القصيرين اللذين شاهدناهما قبل قليل وأيضا في كتاباته إنه الشاعر الروائي. من الصعب أو من الظلم البين أن نختصر
أشرف كما يحب هو في هاتين الصفتين، لأن أشرف ابن المعرفة وصهر في زمن المعرفة فيه قليلة لكن المعلومات أكثر، وهو شتان ما بين المعرفة الknowledge والinformation المعلومة أو المعلومات. المهم أظن أن أشرف كان سأقصه الكثير، أنا لا أناقض نفسي عندما أقول فكرة الغربة التي كبدها ويكابلها الآن وهو بيننا من لا أقول التعتيم ولكن من غض البصر، وغض البصر في الأدب مزعج وموجع ومؤلم، لأن بيننا كبارا في هذا البلد ولكن لا أحد يهتم أو الاهتمام عادة ما يكون قليلا. أبو يزيد استطاع أن يجمع ما لا يجمع في هذه المجلة حقيقة، وهي من المجلات المركعة الأساسية التي ينبغي أن يعود إليها الكتاب والشعراء والمثقفون والفنانون التشكيليين. وأيضا ظل سنوات ثم ذهب إلى مجلة العربي وظل حوالي 14 عاما أو 13 عاما أظن حتى سنة 2016، وهي أيضا مجلة العربي التي أسسها المصري أحمد زكي، الذي ينبغي أن نذكره هنا بأنه هو الذي سك اصطلاح استطلاع. قد لا يعرف الكثيرون أن هذا المصطلح لم يكن موجودا في أدبياتنا الفكرية والصحفية والثقافية قبل أحمد زكي. ربما يراها لم يدخلها عربي من قبل، أو بالنسبة هو عن هذا السؤال وهذا التساؤل في النهاية، ربما هذه الرحلات المكتوبة هي التي قادته إلى أن يكتب الرواية. صحيح أنه عاش تجارب حياتية في غربته الخليج العربي في كل من سلطنة عمان والكويت، وقد كتب ذلك في روايتين إحداهما نشر والأخرى ستنشر بعد أشهر قليلة، أنظار بتالة وعنوانها الترجمة. وأنا لم أطالعها، ولكن صديق الشاعر والكاتب والنقد مصطفى عبادة قد قرأها مخطوطة. هذه الأسفار المهمة التي قام بها أشرف جعلته أكثر خبرة وتجربة ومعرفة بالبشر والأمكنة أيضا. وعندما نقرأ كتابه لهو على صفا، هو يؤلف أو يوالف ما بين الحجري والإنساني، يعني لا يقصد يعني وليس هنا لم يذهب إلى هذه الأماكن بالمعنى الصحفي البحت أو المحض، ولم يتعامل مع الكتابات على أنه سائح، لكنه كان يعتبر ما الذي يكتبه هو وثيقة حية، وثيقة أدبية، وثيقة على المكان، وكان يكتب كأنه يعني لن يزور هذه الأمكنة مرة أخرى. وأظن أن بعض البلدان التي زارها، طبعاً هناك بلدان زارها أكثر من مرة كشاعر، ككاتب، كباحث، كصحفي، ومرة وهناك بلدان زارها مرة واحدة كسان خوسي كوستاريكا وبعض المدن في كوستاريكا، وإن كان سيسافر بعد خلال هذا الشهر
في نوفمبر المقبل إلى كوستاريكا مرة أخرى كمحكم في مهرجان للموسيقى والشعر الغناء، أو سأحكم في النصوص الغنائية في مهرجان دولي عالمي، وهذا المهرجان ترأسه صديقتنا الموسيقية سوزانا بولينا، وهي لها شقيقها أحد أبرز مطربي أمريكا اللاتينية. المهم قلت كأنني لم أسافر هذه البلدان، بمعنى أن عين أشرف لم تكن عينا جغرافية بالمعنى الصف بالمعنى الوحيد، لكنها هي عين المصري، عين العربي، عين باطنية. هناك عين ثالثة أخرى، عين جديدة تصل إلى المكان، مسألة الوصل، وصل ما بين الكاتب وما بين. أقول هذا لأنني شفت بلدانا هو سافر إليها، وجاءت هذه الكتابات بلغة سأقول عادة أنا قرأت أغلب الكتب أشرف فيما عدا حقيقة كتابين لم أستطع أن لا أسباب تتعلق بالبرد، هي 31 وهما روايتان اللتان ألحم عليهما أن أعيد طباعتهما لأنهما ظلمتا في مسألة طباعة رغم جودة الورق ورغم جودة الغلاف. إذا كان المقدم يكشف لنا المكان بأسراره الباطنية وهوامشه التي ربما لا يعرفها أهل البلد، هو أعاد كشف ذاته داخل مصر. يعني أشرف بن يزيد قبل أن يذهب إلى كوستاريكا غير أشرف بن يزيد الذي عاد من كوستاريكا. أتحدث عن كوستاريكا لأنني زرتها 5 مرات، وهي بلد مدهش وغريب وعجيب، وأنصح لكي يسافر إليها. هذه الحس عندما نقرأ البكاء، يعني بمعنى البكاء على الحال الذي نحن فيه أو الذي هو عاينه، سواء في المكان الذي نعيش فيه أو في الأمكنة التي زارها. أشرف، نحن لدينا في مصر طبعا مثل الشائع 7 صوايع وكذا، ونحن نؤمن بالله، لكن أشرف حقيقة لم أرى أن بخته قد ضاع. لماذا؟ لأنه يعني من ضمن الأشياء، أنا وصلتني هذه النسخة قبل أيام، هيمن ديفاتي وهو جزء سأتحدث به عنه الآن حول الترجمة، يعني أشرف وهذا موجود في هذا ما ساعده، أنه بلا لغة لن يستطيع أن يكتب، لن يستطيع أن يسافر، لن يستطيع يعني معلش أذكر أن سنة 90 كنت في حاجة يعني بإنترناشونال رايتنج بروجرام، مشروع برنامج للكتاب الدوليين، وكان معنا شاعرة من بولندا تتكلم 6 لغات ليس من بينها الإنجليزية، فلم تستطع أن تعيش بيننا 90 يوما. إذا اللغة هي التي تصل بالآخر، ولذلك من هنا جاء برنامجه الذي استضاف فيه كبار من العالم بعنوان الآخر. الآخر يريد أن يتواصل معهم فكريا. المهم قابلت هيمن ديفاتي في الهند كشاعر، وهذا الشاعر يعني كنا نريد أن نستضيفه هنا في مصر، فقلت لأشرف يعني لو ترجمت له قصيدتين أو 3 يعني عندما يأتي يقيم له مسيرته. حقيقة المقدمة التي كتبها أشرف هي رغم قصرها أنها تقدم معرفة في لغات الهند، ومعرفة في شعر الهند، ومعرفة في شعر هيمن الذي أراه من أهم الشعراء في اللغة المراتية أو في الهند بشكل عام، لأنه من الأسماء التي صارت
جميعا، وحتى دار النشر التي يملكها يعني يملكها ويديرها هي تهتم كثيرا بالشعب من جميع انحاء الدول يعني في شتى اللغات. المهم اشرف عندما قدم هذا الكتاب هو يقدم، لا اظن ان مصر قد قرات ديوانا لشاعر هندي منذ 50 سنة، ربما اكون مختلف، لكن لا احد بعد طاغور لا احد يهتم، يعني نحن لا نهتم الا باللغات الاوروبيه، يعني لن نهتم الا مؤخرا باللغات التركيه والفارسيه، وان مصر من البلدان التي هي لها السبق الاول في الاحتفاء والاهتمام والتاسيس لاقسام اللغات الشرقيه كالعبريه التركيه طبعا والفارسيه والعبريه. لكن الان مع المركز القومي للترجمه هناك بعض الحقيقيه في هاتين اللغتين، وان كان ما يترجم يعتبره الكثير من الاخطاء، ولا اقول الهنات الاخطاء. المهم قدم لنا كوغن اللي هو الشاعر الكوري، وطبعا له قصه لن احكيها لكي لا نضيع الوقت، له قصه ان هناك من صرف هذه الترجمه هو يتحدث، لكنها صدرت من حسن الحظ انها سرقت لكي تنشر في دبي في هديه مع الكتاب مع مجله دبي الثقافيه، حيث وزع منها نسخ كثيره 16,000 نسخه كما يقول اشرف. لماذا؟ لانه هنا فكره انكار الذات، الذي يعمل بمهنه الصحافه وعدد كبير منا يعمل يفقه جيدا ما انكار الذات. بالنسيب هذا مسلم وكان في رجاله هذا قريب من السماء، حول ازلي ما نحن فيه شخص وقع كلمه لم يقل لي لكن كنت ابحث عن اجابه هذا لم يقل الله ولا يقل هذا قريب من السماء. مساء الخير الاول، انا بشكرك شكرا جزيلا. اليوم في حضرة أشرف بن يزيد، لكنني وجدت نفسي أيضا في حضرة صديقي أحمد الشهاوي، وأنا علاقتي به بدأت منذ دوري في كلامي على المفردات اللغوية، وهو شاعر وتملك شعره من خلال عباراته وطريقة تقديمه لصديقي أشرف بن يزيد. أنا أشكره وأشكر الحضور. أشرف أبو يزيد بالنسبة لي إذا كان هو شاعر، فكلمة أشرف أبو يزيد بالنسبة لي قصيدة، لأنه في حياتي شخصان بهذا الاسم. الأول هو الشاعر الكاتب والصحفي وهذا الشخص المتعدد الذي تحدث عنه أحمد. الشخص الثاني هو صديق اقتربنا كثيرا على المستوى الإنساني وتلاقينا بشكل أقصى الأشياء. الروايتان اللتان سبقتا 31 وأثرت في أجيال متعددة في جميع أنحاء العالم، الأولى هي كافكا المحاكمة أو السيد، الثانية هي رواية صحراء التتار لدينو بوزاتي، هذا كاتب تشيكي بلغة ألمانية وهذا كاتب إيطالي بلغة إيطالية، وأشرف بن يزيد كاتب مصري باللغة العربية. أتمنى أن تقوم إحدى الجامعات بعمل مثل هذه الدراسة، قراءة في الثلاث روايات ومسألة التماس بين هذه الأحلام المختلفة. كافكا الكاتب المعروف عندما أبهرنا ببطله جوزيف كي وهو يفتح الدرج ويكتشف أن هناك شخص ما
رجعت الولد الدكتور للتحقيق وتاه في المدينة تيه غريب للغاية إلى أن قتل بشكل عبثي للغاية. هو ابن القرن العشرين وابن القرن الـ21 وابن القرن الـ25 وأيضا الضابط الذي سافر أو الذي التحق بإحدى القناع وانتظرت وستجد صغير تخرج لتول انتهت الرواية وهو عجوز مهلل وأصبح شخص صار محتكر. هذا يعني أن الروايات الثلاثة التي نحن صددها البطل فيها هو الزمن. قد يكون الزمن طويلا قد يكون الزمن قصيرا، طويلا في صحراء تتار، قصيرا في 31، متوسط إلى حد ما في المحاكمة لكافكا. هو كاتب واعي للغاية لمسألته للقضية التي نناقشها. هو أمامه 31 يوما سوف يغادر بعدها المدينة حتى يعود إلى القاهرة. هي رواية أقرب إلى السيرة الذاتية بتجربته الشخصية وإن كان تعدى كثيرا عن هذا. الرواية كلها عبارة عن 31 فصل. الفصول هذه الفصول كل فصل منها واقع يومي. أنا رأيت فيها أيضا عبثية سيزيف عند البير كامييو وعند الميثولوجيا الإغريقية اليونانية. ألا وهي أن هذا الشخص في الفصل الأول جاءه الخطاب الخاص بتحويله أو بحالته الاستداعة إلى الأبواب وإلى بطل. وعليه أن يقضي 31 يوما كل يوم أشبه بحجر من أحجار سيزيف يحمله وينتهى اليوم يلقيه ويعيش يوما آخر. منتهى العبث، منتهى عدم التوافق. أنا دائما متعدد الاهتمامات مثل أشرف دائما كنت ألتقي مع السينمائيين الحقيقيين وهذه الأسماء وأتهمهم بأنهم سرقوا الأفلام العالمية وكلهم يقولوا إحنا عندنا 35 تيمة أو موضوع لا نستطيع الخروج معه. كتاب العبث ورؤيين العبث في المسرح والسينما قبل الموضوعات وأشياء جعلت من هذه من الاهتمام عددا لا منتهى من الاهتمام، منهم مسألة الزمن التي ناقشها أشرف نزيه في 31 وأيضا أشياء عديدة مسألة الانتظار على سبيل المثال في انتظار بدوه عند بيكت وفي المسرح وما شابه. فأشرف نزيه وأساتذتنا الأجانب الذين سبقونا علمونا أو جاءوا لنا بنسيج جديد في الدراما غير مألوف. نحن مع تصاعد الدراما التلفزيونية والرواية التقليدية التي تنشر بكثرة لدى الناشرين الموجودين في الساحة الآن أفسدت مسألة أن تعيش تجربة وعالم لم يعشه أحد سواك. علاقتك بالزمن، علاقتك بالعبث، علاقتك بالكون، علاقتك بالتجديد. وقع في مشكلة التقليدية إنه كان من الواجب أن يكتشف أن الرجل الذي طرده أو أصدر قرارا لإخراجه من وظيفته هو له مآرب أخرى. فعن طريق بعض العمليات البوليسية الخفيفة كان يسجل له وأرسل الأوراق إلى رئيس المصلحة وتقدمت الأمور أو تطورت لدرجة أنه تم خطافه أشبه بمغامرات جيمس بوند التي في أحد الصفحات الأولى من الرواية أعلن إعجابه بهذه الشخصية. فخطفوا وألقوا به في أحد القلاع العمانية البرتغالية ثم
رموا به في الصحراء على أساس أنه سوف يموت، وفيما بعد التقى بشخص آخر، شخص إنجليزي يبحث عن هو النقطة اللي قلتها دي نقطة خطيرة جدا. هو مسألة التجريب نبدأ المسائل اللي اخترها كل عمل كل المسائل اللي عملها الكتاب المتميزين اللي بحبهم أنا بحبهم بشكل شخصي عملوا في رواية واحدة. من أنا مسألة التجريب هو جرد الزمن، مش حتى مش عارف الرواية دي فين، هو أنا فأنه الزمن بالظبط، ويبدو 31 من أنه شهر يعني 31 في الشهر ولا إيه بالظبط. شخص لا قيمة له في إيه؟ زيرو. كل أبطال يسمون أسماء رقمية أو عددية. ثلاث ستات. ثلاث وحدات 11. 11 حاجة يعني. ما بين 111. فكل الرواية بهذه الطريقة. هذا يعني أن التجريب عنده أو التجريب عنده هو أمر متعمد ومقصود في المقام الأول. النهاية بدنا نتكلم عن النهاية. النهاية إنه وصل للقاهرة في طائرة بعد 31 يوما من المعاناة. نهاية وهو بكمل صحته وشعر انه يعود الى وطنه، نهاية لا كثير من التفاؤل. عكس نهاية كافكا ان سيد كي جوزيف كي تم قتله في زروق غامضة في شارع مظلم مبهم لم نعرف لماذا هذه النهاية. رواية كافكا رواية بوزاتي انتهت على ان الضابط صار شيخا هرما ليس له أي نوع من الحيوية وليس له به أي قدرة على استمرار. إذن يبقى عند الكاتب العربي لأنه حتى وكان هناك الكثير من المعاناة، لكن هناك أمل وهناك خبر سعيد أو حدث سعيد عندما وصل إلى القاهرة، وكانت هي نهاية 31 يوما. الرواية مطبوعة، أنا ما قلتش كل اللي عندي، لكن ورائي زميلان تحدثان، أتمنى أن أسمعهم. شكرا جزيلا. بمعنى من الصعب أن ينصح كاتبون كاتبا حتى لو كان مستوى الصداقة بينهما عميق أو عميق، ولكن نحن ننبه مذكر لأنه قد ينسى الصديق، أنه قدم بذرة ونسي أن يرويها. هنا أذكر أشرف بن يزيد بشيئين، بالنص الأخير في هذا الكتاب وهو الذي يعتبر أغلى نص كتبه لأنه هو أكثر نص أخذ عليه فلوس بحكم النساء وطبعا يجبنا أستاذ مصطفى عبادة قد فاز بجائزة نفسها جائزة دبي للصحافة في الجزء الثقافي السنة اللي بعدها مباشرة، يعني سنتان متتاليتان فاز بهما أشرف بن يزيد ومصطفى عبادة. النص الذي كتبه أو المقال الذي كتبه أستاذ علي هو فن الملمات الأدب والتاريخ والأسطورة. ألا يحظى هذا النص بأن يكون كتابا؟ نستأهل أن يكون كتابا وحده؟ وعدم الاستفهام سيجيب عنها أشرف. دي نصيحة؟ قبل التفكير يعني أنا نصيحة للبذرة هو إذا قرأته فهو جزء لا حتى تشعر بأنه جزء هو ممكن يكون عنده السر. مسألة أخرى وهنا سأتحدث دقيقتين قبل المغرب من الأستاذ خالد،
الشاعرة الإغريقية سامو أول طبعا نبه إليها كثيرون من الفلاسفة في التاريخ الفلسفة اليونانية منبه إليها ومشار إليها كثيرا، ولكن كان أول من ترجمها إلى العربية على حد علمي هو العظيم الدكتور عبد الغفار مكي. وقد قرأت هذا الكتاب الصغير قبل سنوات طويلة وربما تزيد على 30 عاما أكثر. وهناك جاء ثاني هو صديقنا شاعر فلسطيني طه الرياض، قد ترجمه على الإنجليزية. طبعا بين قوسين أقول إن الدكتور مكاوي يعرف الإيطالية والألمانية والإنجليزية والفرنسية، كان عظيما حقا يعني، وقد قدر في الفلسفة وكان أستاذا كبيرا. قرأت الترجمتين، لكن أن يأتي هنا العتاب الذي دائما أقوله حتى لرياض بشكل شخصي، أنه عندما تريد أن تقرأ هناك ظاهرة في هذا البلد وفي بلداننا العربية، عندما تريد أن تعيد ترجمة نص تسب الذي ترجمه قبلك حتى وأنت لا تدرك من هو عبد الغفار مكاوي. قلت لطاهر هل تعرف من هو عبد الغفار مكاوي؟ من المؤكد أنه عندما تسب يعني الترجمة كانت رديئة وكانت هزيلة ولم تكن كذا، كلام مجاني فعلا بدون تحفظ لا يدركه صاحبه، لأنه غفار مكاوي ليس لأننا نحبه هو لأننا تربينا على ترجماته وعلى ترجماته المهمة. كلنا يذكر الكتاب الأعظم من جزئين، الآن صار جزء واحد، ثورة الشعر الحديث. العالم العربي كله قرأه من خلال غفار مكاوي، لأنه قدم لنا الأسماء التي ندعي الآن أننا نكتشفها. المهم أخي الناسي والذي ينسى الأستاذ أشرف الجزيري في هذا الكتاب الصغير، قد قرأت هذا النص قبل أن يصدر في الكتاب، هو نور النسوة نهر الفن. الجزء الأخير من الكتاب هو جزء ليس صغيرا، ولكن أنا البنطو هنا في دار الهلال صغير. الفصل السابع من الكتاب هو سارو ربة الفن العاشر. ألا يستحق أن يكون طبعاً الدكتور عبد الكريم محمود قاسم أشار إلى زميلين من أشرف الجزيل، أيضاً كان لهما بهاء كبير في الكويت في العرب الكويتية، هو الدكتور محمد المنسي قنديل والدكتور محمد الغزالي، وكلاهما أفاد من تجربة الرحلة من أدب الرحلة. وأعتقد أن الثلاثة المنسي قنديل محمد المنسي قنديل ثم المغزالي ثم أشرف الجزيل، هؤلاء لهم فضل كبير، ليس فقط لأنهم مصريون، ولكن لأن العربي هم منحوا العربي بعدا آخر وثقافة أخرى، واستطاعوا جميعا أن يقدموا جديدا، لأنهم هم كانوا مقدمون للمسؤولين في مجلة العربي حسب علمي يقترحون البلدان التي ينبغي أن يعرفها العرب أو يعرفها قارئ مجلة العربي. صديقنا الكبير أستاذ محمود قاسم أصعب شوية، لأنهم بيغلق عليك كل الأبواب وكافة المباحث. إنما صديقي العزيز جدا وصديقي الحبيب أشرف الجزيل كان عنده سمة الحمد لله لم يتطرقوا إليها، وهي القدرة على صنع الدهشة والبهجة من خلال الكتاب. عين أشرف أبو اليزيد دائماً وأبداً كانت عين، يعني أنا دائماً وأبداً حينما أقرأ عملاً أو شيء في هذا الرحلة أشرف أبو اليزيد بشوف، لا أقرأ فقط إنما أشاهد المسألة، مشاهد
وكثيرا ما قلت له انه اذا تحولت هذه الاعمال الى سيناريو فسهل جدا التقطيع فيها ومش هياخد جهد كبير او يتعب من يقوم بذلك العمل. كما ذكر صديقنا العزيز الاستاذ احمد شكاوي انني اعيش في تونس. وما زال تعبير اشرف ابو اليزيد في ذلك اليوم يثير الدهشه والبهجه. ما نعرف تونس هناك طريق من وسط مدينه تونس يشق بحيره تونس في اتجاه البحر حوض الواد. فكنا صباحا متجهين في اليوم الاخير من رحله اشرف ابو اليزيد في تونس. فحينما شرفنا هذا المكان فاذا اشرف ابو اليزيد يقول لنا كانها عصا موسى التي شقت البحر. الى الان هذا التعبير هو صاحب الصدق فيه والى الان يتذكروا بهذا التعبير مساله شق البحر. بالمناسبه يعني سبت عاشوراء هي اللي حصل فيها هذا الحدث. وكان اشرف ابو اليزيد ايضا من يعني انا الحقيقه عندي شويه حرج من ذكر الاشياء قد تكون بين اصدقاء اعزاء ولا تخرج. لكن اشرف ابو اليزيد كان لديه القدره ان يكون له نبوءه مبكره. روايه شناوس، من يقرا شناوس ويعود الى الوقت الذي نشرت فيه كانت نبوءه واضحه للغايه لما حدث في 25 يناير. وكانت بعيده جدا عن الامكان ان يقع مثل هذا الحدث في مصر. هو كان صاحب نبوءه في 31 وفي الترجمان. ربما اصابه شيء من هذه النبوءة. ومن يعرف اشرف ابو اليزيد وعلى علاقه خاصه به يعلم تماما انه لم يكن ايضا في الاسلام ان ذلك سيحدث، لكن اشرف قراه مبكرا. اشرف ابو اليزيد الحقيقه امتلك الشجاعه، يعني شجاعه يعني يحسد عليها ولا يحسد عليها عند البعض، في انه سواء في تلك الروايه 31 التي تحدث عنها الاستاذ الكبير محمود قاسم، وفي روايه الترجمان اللي ارجو انها تخرج، ارجو ان يعني احنا عددنا قليل في الندوه ولكن او في الامسيه، ارجو انه عندما تخرج روايه الترجمان تحديدا ان يظل يعني الموجودين فخورين ويعني لا تبرأوا من اشرف، لانه هذه الروايه عندما ستخرج ستكون لها جهد فظيع الى حد ان يتبرأ منه البعض حتى ينجر الخليج. يعني هذه الروايه تصبح الكثير مما نحاول تغطيته. اشرف في الترجمان اعتقد من وجهه نظري انها اقرب روايه عربيه لانها تمس احياء امس واليوم وغدا. ايضا اشرف ابو اليزيد ايضا كان نافذة على الأقل بالنسبة لي، خاصة حينما كان يذهب في رحلاته الأولى إلى الشرق الأقصى ولبنان. فتح لي عوالم أخرى عن الهند، وكنت دائما ما في مراسلاتنا الشخصية أقول أخوك ابن فضلان. فمنذ ذلك العهد ما حدش كتب عن هذه الأماكن. أنا عرفت أحمد أباد وجلال أباد من خلال أشرف أبو اليزيد. عرفنا ان هناك شعوب اخرى تستحق ان ننظر اليها ونتعرف على ثقافاتها. احنا للاسف الشديد نعرف الادب الروسي جيدا، نعرف الادب الفرنسي جيدا، نعرف الادب الانجليزي، لكن لا نعرف شيء عن اسيا تحديدا، واسيا دي عالم كبير ومليء بالاساطير.
لا يقدم درس في التاريخ، لكن ايضا تستشعر وحينما تقرا دور القلاع البرتغاليه ويحيلك الى اكتشاف فاسكو دي جاما. ما كانش اكتشاف في الحقيقه، هو كان احمد بن مالي عارف المريض ولا يعلو عليه. هذه الاشياء تعرفها من خلال مقال او روايه او قصيده لاشرف ابو اليزيد. ودائما وابدا ما كان عنده ما يتميز به عن بقيه الروائيين، هو زي ما قال الاستاذ احمد الشهاوي، هو كان رسام له كتابين مهمين منهم كتاب اتذكر اسمه سيره اللون. فاشرف ابو اليزيد حينما ينظر للاشياء ما بيشوفهاش زينا، بيشوفها بعين التشكيل او عين الرسام. وانا ما زلت مدين لي بانه اطلعني على عالم ساحر، عالم جليله خانم ام نظم حكمه. فاصبحت من ذلك اليوم مغرما بالحمامات وتلك الاجساد التي نراها او يراها كما لا يراها الظلاميون. يعني انت بتستمتع بالسيابيه الاجساد اللي مصورها جليله خانم رؤيه اخرى. ما محتاج، انت محتاج دائما في تذوق الفن التشكيلي تحديدا حد ياخد في ايدك، كمان لا يرى ولازم واحد يدل على الطريق، او كمتصوف وحاسم الطريق فلازم له شيخ. وانا كان يشرف عليا اشرح واخبرنا اليوم، يعني كان في فرق كبير من الناحيه التشكيليه ومن ناحيه المحتوى. طبعا اشرف دفع ثمنا باهظا لهذه المرحلة تحديدا، لأنه سواء أعرف مشاكل نزوة، لكن مشاكل العربي كانت أكبر، لأنه العربي يرى بعض الأشقاء أنه نعم تحت سيطرة مصرية ودائم الشك بسبب وبدون. فطبعا كانت كلها نقطة صوت في أنه أشرف أبو يزيد. لكن النهارده اللي هيقارن هيبان له فرق كان كبير جدا. دائما وابدا انا بشوف انه اشرف ابو اليزيد صاحب رؤيه استشرافيه، صاحب نظره لها بعد تشكيلي، بعد تاريخي موجود عنده. اشرف ابو اليزيد ايضا انا كنت اتمنى انه يعيد التفاوض مع دار النشر او ينشر من جديد شماوس، لان شماوس حينما تقرا اليوم ويتحط بس يعني عن تاريخ صدورها هتعرف انه كان استشراف عبقري. اشرف طبعا مغروم بالنهايات اللي مفتوحه حتى في التركمان. ودي انا اعتقد انها بتنشر عقل المتلقي او حتى الروايه في الحقيقه. ودائما وابدا هو بيطلب سؤال يعني ما يخليكش الفعيل اللي يغنيه. يعني ده رواية التركمان والتي نبهنا إليها أو نبه إليها خالد سليمان عندما قال إن كثيرين من أصدقاء أشرف سيتبرعون منهم ويقولون نحن لا نعرفه ولم يكن من بيننا ولا من ديننا ولا من بلدنا، لأنه يفضح الكويت وما جاورها وما كلمتك ومقامها وما بعد عنها. فهي تكربة طبعا. هو أشرف كما قلنا أمضى 14 عاما
في مجلة العربي الكويت، وأيضا يعني أنا أتحدث الآن عن كان جانبا مشرقا من حياته، من حياته المهنية في مجلة العربي. أما خارج النص الشاعر ليس هو داخل النص، ليس هو خارج النص. الشعر يعاني كثير، نحن وصل إلينا من أمر دون كل الشعر، لكن السلوك والآلام والمعاناة هذا أمر آخر يخص فقط الذين يعرفونه معرفة شخصية. القارئ له النص فقط. كان لنا من أشرف، أو كان للقراء من أشرف، إضافته للمجلة وأيضا نصوصه التي كان ينشرها خصوصا، والتي يعني ظهرت لا أدري هل هذه كل الحالات أم انتقلت؟ لا، 5%. 5%. إذا نحن محظوظون أن أشرف سيصدر تباعا هذه، يعني يصدر تباعا ما كتب في سنواته الـ14 عمل هي فترة. مصطفى عبادة قرأ الترجمان التي صار هو أول من قال لي أن أشرف كتب رواية مهمة ومدهشة، سأتحدث عنها وأتحدث عن الله على صفحة وأتحدث عن الجائزة له من غير من كلمة مصطفى. كاتب وشاعر وصديق وزميلنا في المهنة، فيدرك كل المشكلات التي تحدثنا عنها قبل قليل. عندي كلام رسمي، كتاب الأقصى عندي كلام هو نهر السفر، وعندي كلام مش رسمي. أنا بحب غير الرسمي، وعايز أبدأ بأنه النجاح إذا كان بلا قصد فهو النجاح. ومن الأشياء النادرة جدا أن أشرف أبو يزيد نجح ووصل إلى كل ما وصل إليه دون منصب رسمي، بمعنى أنه ليس على قوة مؤسسة صحفية من أي نوع. حتى عمله في المجلة العربي كان بسعي مدى خاص، وقد ترافقنا في الأدب والنقد، وأعرف هذا الهم الشديد الذي كان يعتبره. واحد بس في تاريخ مصر عمل النجاح بلا منصب كان محمد حسين هيكل بعد ما أساب الأهرام وغضب عليه السادات، أصبح بعدها محمد حسين هيكل ولم يكن له منصب إلا الكتابة. الكتابة هي النجاح الحقيقي، وهي المعركة الحقيقية، وهي المستقبل والحاضر بشكل حقيقي. ومن الحاجات غير الرسمية برضه صديقي أحمد الشهاوي تكلم عن المعرفية في إنتاج أشرف أبو اليزيد، وعندما أتكلم عن إنتاج هذه الجلسة فإنني أقصد نهر العرصات تحديدا. أنا اهتميت بهذا الكتاب بشكل شخصي لأن لي تجربة في آسيا، تجربة رحلة في آسيا أيضا كانت مستمرة لمدة شهر، ومن هنا جاء اهتمامي بأن أرى كيف رأى أشرف ورأيت. تخلي مناقشتي لفكرة المعرفة في نهر على صفر عند الكلام الرسمي. الشيء الثالث في هذا السياق هو المسكوت عنه في هذا الكتاب هو نهر على صفر، وهذا له علاقة أيضا بفكرة المعرفة. اهتم أشرف جدا بأنه يقدم في كل فصل البلد التي زارها أن يقدم المعلومات المعرفية الوافية عنها، أي أنه كان يتعامل مع الدولة تعاملا ثقافيا. وسأعود إلى هذه النقطة عند إبداء بعض الملاحظات التي كتبتها للنقاش. المسكوت عنه في هذا الكتاب أشار إليه أحمد الشهاوي دون أن يقصر عندما قال إن هذه ليست كل الحالات، وأتصور أنه
الرحلات الأخرى فيها ما كنت أبحث عنه وهو الجانب الإنساني، يعني ليس دهشة القارئ وإنما دهشة الرائع نفسه، دهشة الزائر نفسه. سجلت بعض الشعر في سلسلة نقاط رئيسية سأفصلها مع الحديث. الأول تنوع الكتابة الفنية، ثم العولمة الثقافية والاجتماعية في نهر على السفر، ثم أدب الرحلة. سأبدأ من النقطة الثالثة أدب الرحلة. له عدة فروع، منها الرحلة الاجتماعية والاستكشافية والجغرافية والثقافية إلى آخر ما تعلمونه من تقسيمات أكاديمية لا معنى لها في هذا السياق. رحلة أشرف تنتمي إلى الرحلة الثقافية، ربما لأنه كان يقدمها في مجلة سيارة هي العرب، لها قارئ مرتبط بها على مستوى الوطن العربي، فكان لابد أن يقدم له مادة ثقافية. أتصور أن أشرف لو ترك لنفسه لقدم مادة أكثر إنسانية من هذه المادة المعرفية الموجودة في نهر السفر. النقاط الثلاثة متصلة بعضها ببعض، وهذا ما دفعني إلى تسجيل نقطة العولمة الثقافية سلاش الاجتماعية. هذا النوع من الرحلات الثقافية نحن الذين بدأنا. كان كل الرحال العرب يذهبون إلى هذه البلدان وأغلبها زارها أشرف أبو اليزيد، أغلب المعرفة ثم اتباعه. أنه يذهب إلى البلد فيعرفه لنا ثقافيا قبل أن يعرفه لنفسه، ثم يحكي لنا شيئا من ماضي هذا البلد ليجيب عن سؤال لم يسأل أو سؤال مسكوت عنه هو أين نحن. في أغلب البلدان التي زارها وخصوصا في آسيا كان فيها وجود عربي قديم وكان وجودا عربيا زاهرا، وتظل إجابة السؤال أين نحن معلقة من بين هذه الرحلات وخصوصا وأؤكد على ذلك إلى المسيح. هناك جانب أتصور أنه كان مكتوبا في هذه الرحلات بعزف، أتصور عندي شك أنه هناك جانب اجتماعي ناقص في هذه الرحلات طول الوقت أبحث، وهي التي قدمت كل التراث والتاريخ العربي إلى الأجيال التي ننتمي إليها عبر هذه الموسوعة. أشرف ينتمي إلى هذا النوع من التأليف، فكأنه وهو يفعل ذلك في تعدد مصادر الإبداع عنده، عفوا تعدد منتجات الإبداع عنده بين الشعر والرواية والرسم وأدب الرحلة، يعني يجري صلة مع ماضيه العربي الذي كان يؤلف بهذه الطريقة. فعل هذا الأمر نفسه في البلدان الآسيوية التي كان فيها وجود عربية، ربط بين الوجود العربي القديم وبين رحلة أشرف أبو اليزيد في القرن الواحد والعشرين. الكتاب أنا شخصيا حبيت رحلات الآسيا، حاجة رسيقة بي يعني حاجة تقصني يعني. بالمناسبة شينجيان مرة واحدة تمام. الكتاب انتشر معي. في ستة عن آسيا. ستة. هو نفسه كمان واضح انه ميال لآسيا. وفي أربعة أوروبا وأمريكا اللاتينية أفريقيا. صح؟ في ثلاث أماكن ثلاث قارات يعني الكتابة اختلفت ما بين آسيا وبين افريقيا الوسطى وافريقيا وامريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه اللي هي كوستاريكا. في ثلاث اقسام الكتابه الذاتيه النابعه من اشرف كانت مختلفه. يعني كل قسم من دول او سكشن من دول له ملامح كتابيه تخصه. انا باختصار كنت بعمل قدام كل قسم بعد ما خلص بيته كتبه بسهل. فكان يكتب بمحبة بالغة وهيام عندما يكون في أسئلة.
استرارة وقلق ثم وكان مبرطا جدا بسؤال المصير في كوستاريكا وجنوب افريقيا. هل المكان هو الذي يملي طبيعه الكتابه ام الانحياز الشخصي داخل المكان هو الذي يملي هذه المواجهه؟ انا ادعو ذلك الى فكره الانحياز الشخصي. حتى أن عنوان رحلة شينجيانغ يعلم أشرف الصين المسلم. وكنت وأنا أقرأ أبحث عن الصين المسلم باعتباري عربي مسلم، فإذا به يقول من بين السطور أن الإسلام الآسيوي، وأنا حازم إلى ذلك، إسلام وضع على تانك جزء. إسلام القلة في كل شيء. عدم الإسراف في الماء، العلاقات الإنسانية، الضلمة، النظافة إلى آخره. المرة الوحيدة التي حاول أن يقارن فيها أشرف في هذه الرحلات بين الماضي والحاضر كانت في، مع أن ملاحظتي الأساسية على الكتاب في القراءة الأولى أنه لم يقع في فخ المقارنة أبدا، وهذا من الأشياء التي أحمدها جدا في أي كتابة، أنها لا تقارن بين ماضي له ظروفه وحاضر أيضا في كل الرحلات. كان يترك نفسه للمعرفة وينقل المعرفة، لما في هذه المرة كان سؤال الماضي يلح عليه بشكل قاسي. ليست ذهنية المعلومة. أشرف في كتابته حتى في الرواية، وأنا لي الشرف أن قرأت ترجمان مكتوب وأجزتها للنشر، مهموم بفكرة أن فكرة المعرفة بفكرة المعلومة، أن الحدث ليس حدثا في الفراغ، حدث مبني على وقائع، حدث مبني على معلومات، مبني على معرفة. هذا حالي أشرف، تحية متأخرة، أعتذر من تأخرها، وأرد على صديقي الآخر خالد سليمان عندما أشار إلى قلة الحضور، أقول له عايرتنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرم قليل فكرك. شكرا. طبعا تتكلم عن الترجمان خلاص؟ شكرا. طبعا الرواية ما تزال مخطوطة تظهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في مرته المقبلة، ولا أظن أن أحدا من أصدقاء أشرف سيتخلون عنه يعني أبدا مهما كتب ومهما فعل. إلى أشرف، وإذا كان هناك من حضور يريد أن يتحدث دكتور حسام السكري أو الأستاذ علي عطر أو الدكتور منار حسن الخطيب قبل أن يتحدث أشرف، بس أريد أن أقول إلى التميز وإلى باقي التعرف على باقي مواهبه، يعني هذه أول مرة أعرف أن أشرف يشاطرني شيء من اهتماماتي، وأنه كان أيضا رساما السابق، لكن أنا أتطلع إلى حاجتين، أتطلع إلى سماع نص شعري يقرأه أشرف، وأتطلع إلى سماع شيء من طباعتكم وآرائكم فيما خطاه أشرف شعر. يعني استمعنا إلى حديثكم عن الرواية وعن الرحلات وأحيانا عن بعض الإسهامات التشكيلية، لكن أود أن أسمع منكم ومنه شيئا من شعري وشيئا مما ترونه في شعري. الآخر الأول، يعني 31 كانت رواية عد تنازلي، بدأت باليوم 31 وانتهت إلى اليوم الأخير. لذلك سأبدأ بالقصائد التي أو بقصيدة لم تنشر في ديوان. المجموعة الجديدة التي يعني أجمع كتابات لها بين حين وآخر
اللي كل نفسي أنني لازلت حيا أكتب الشعر، أسميتها بين النيل والهان. ونهر الهان في سيول وما فوقها وتحتها، هذا النهر يشبه كثيرا نهر النيل إلا أنه نظيف. تنزل الماء لتسبح مجموعات وفرادى، بطاطا بيضاء وأخرى سوداء، أنثى التمساح وذكر الضفدع، الحوذي مع الراهب، ابن القرية بنت النيل، لا يعلم أحد من فيهم سيلوث ماء النهر ومن يمنحه البركات. في من مجموعة أصدقاء الرياح، نأتي باحثين عن الشجرة الأولى التي علمتنا حنان الظل الأول. الرياح تمسح الحدود بيننا، تشعل النار وتطفئها، وتعمي عيون الغرباء. تهز النخل يلوح لأبناء السماء بحفنة من التمر والعشب، وحين يسطع تمر الألم تصادقنا الرياح، فترسل لنا نحن التائهان في راحة الغياب رائحة الأهل. تأتي تودعنا الصحراء، لا يزال بدنها غارقا في مسد الصبا، والرمال تحتها تغني فتنثر ما جمعته لنا السنون من أوراق، ولم يبق لنا سوى خيمة الهرم. امرأة من مطر، في الرحلة القفري نتوكأ على جبل نخفي بمغارته قلوبا تنتظر الوحي. طويلة مفازتنا، والنساء في الغيم تختبي، نتوسل بصلاة الاستسقاء. أتدثر بوجه يطل من بركة السراب، تدهمني موجة من ملح وغياب، وهي ترقص باسمة في راحة الصهد. أحلم بامرأة من مطر، أجفف سرابي في بساتينها، وتسكب واحتها في رمل صدري. تعبر القافلة بوابات وهمية، نرسم على الرمال خرائط والريح بوصلة، والحاجي لا يكف عن الغناء. أغنية الصحوة للقافلة حتى تمضي، أغنية الكبوة حتى تقف، أغنية الخفوة لتنام، أغنية الشهبندة والنوق الأولى، ألف أغنية وأغنية للأمير. معنا بدوي ضيع أمه عند البئر، يسأل عنها جبالا وصحرا، يريد يرتوي، وعجوز بائعة معنا في سلتها رمانتان ضامرتان كان لونهما أحمر منذ ألف حرب. صعلوك يحلم بالملك، باع الدرع والخيل، ولم يعد يحفظ غير اسم الجارية وشكل القصر. فلكي ضرير يتحسس النجوم في سراويل الأحلام أمام راقصة تخفي القوادين في دفتر الشيكات، والقافلة تسير والناس دوامة حين يغضب. وأنت التي صغت فيه التمرد، فإن أطلق الحوت يرديك، هاتي يديك سندعو إلهي بأن تصبحي يونس المعجزة وأغدو جزيرة. هو البحر بركان شوق وطوفان عشق وشلل شك، فإن ثار فينا هربنا سوية جناحي عصافر الجنة. زوجين كنا يناديك نوح هلمي إليك السفين، نلبي فنم.
هو البحر آت وفرعون يسعى وراء أكيد. سل الله يوحي لموسى عصاه فتعلو كغيم وتهوي طريقا لقلب الحياة. فإن صار فرعون في المنتصف رفعت الجبال فأعدمت فرعون ظل البلاد. هو البحر أنت العروس فإن هم قمي به أنت لا تنقصي وشقي قميصك فمن روض البحر غير الشواطئ وشقي بنور الفنارات ليل المرافق. أفي غفلة البحر أو غفلتي يواح الموانئ. سأختتم بيقول انه ده عامل نفسه البنا على فكره من البنا. لبنا كتبت في قصيدي ذاكرة الصمت اللي صدر في 2001 كان حلمتي في نهد الدلتا نامت بنها تسكب في احلامها عسلا أشهى. أتراني حين أعود إليها أذكر كل الطرقات أتراها تذكر رغم حداثة طرقات الزمن عليه هذا الوجه المكدود. شكرا. وأنا حينما معيد من سنة 2005 يعني صدور 2005 أظن تتعاقب من ذلك التاريخ، لكن الآن يعني قرأت لأذني بشكل آخر مختلف تماما، وهي من القصائد التي لو كما يقول النقاد والشعراء وكذا، لو أن لدي هذه المشهدية، لو أن عنده عدد من هذه القصائد قدم ديوانا مهما جدا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه هو يقرأ ربطه مع الفرق نهائيا بينه وبين شاعر أحبه كثيرا قرأت أعماله الشعرية كاملة لا رابط بينهما، ولكن كتب هذا الشاعر أمر منه يوميا لمدة يعني منذ أن قدت سيارتك، وهو شاعر عماد الدين. هناك قصيدة لجورج سفيرس، هو أول يوناني يحصل على جائزة نوبل في الأدب. أنت ستي. نعم، هذا الرجل الذي له ديوان عنوانه القاهرة، وقد عمل هنا في مصر لمدة 4 سنوات، وكان يعمل في القنصلية اليونانية في شارع عماد الدين، فكتب قصيدة عنوانها شارع عماد الدين. أنا لا أقارن بين القصيدتين لأنهما مختلفتان كلياً، ولكن فكرة أن يلتقط شاعران شارعين ويكتب كل منهما من وجهة نظري وروحي، أظن هذه القصيدة قصيدة أشرف، قصيدة فاتنة فعلاً، وقصيدة عميقة، وقصيدة جديدة رغم تاريخ التاريخ. نحن لا نعول على التاريخ وسائل التدور القدامة والحداثة، ولكن أيضاً قصيدة الفاتنة التي هي من صفحة واحدة فقط عند جورج عند سفيرس، بينما عند أشرف أظن أنها ربما 3 أو 4 صفحات فقط، هي إشارة بين شارعين وشاعرين. بالنسبة للكتابة أنا متفق مع أصدقاء وأحمد الله أن يعني المنصة كلها أصدقاء، فلذلك يعني جزء يبدو من ما في القلب خرج إلى الكلام، فلقيت محبة كبيرة بتساعدني وتلهمني فيما بقي من الكتابة وبقي من المشروعات أن أكمل، لأن
الطاقة الإيجابية التي أخذتها من تلك الكلمات تكفيني لأقول أنني أسعى على طريق صحيح أو سليم. بالنسبة للسؤال الماكر للأستاذ مصطفى حول الرحلات المسكوت عنها أو أقسام الرحلات المسكوت عنها، نحن الصحفيين نمارس رقابة شديدة جدا على أنفسنا قبل أن تأتي الرقابة. لذلك بس مش خمس مرات لا يعني دع التصنيف المصنف. لذلك يعني حينما أكتب وأنا أكتب في مجلة ماجازين إن التي نصدرها عن جمعية الصحفيين الآسيويين في كوريا، وأنا أكتب موضوعا ما لا أعتقد أنه حتى لو كان بالإنجليزية أنني إذا قدمته في الويكلي سوف ينشر في الأهرام مثلا، يعني لأن أنت تكتب بدون سقف، لكن الأسقف الكثيرة الموجودة حولنا خاصة في مجلة من أساطير المجلات مثل مجلة العربي كان يجب أن تكون على حذر. أنت تريد ليس فقط أن تضيف، فهذا ما حاولته في الكتابة الاستطلاعية أن أضيف، ولكن أيضا أنت تريد ألا تعرقل المسيرة التي اخترتها لنفسها المجلة في أن تكون مجلة ثقافية. هذا المنحة يعني أذكر أنني قبل الإنترنت وما شابه حملت من الأستاذ أحمد الشهاوي أحد أعداد المجلة التي كان يصدرها المعهد المصري في أسبانيا. هذا العدد الضخم الذي كان يوازي 4 أعداد من نهر على الصخر على سبيل المثال حملته معي إلى الكويت لأنني كنت ذاهبا إلى قرطبة، فكان أحد المراجع حين أعود سأرجع إليه لكي يساعدني في سطر أو سطرين لا أذكر، لكن نفس الشيء أبحاث المؤتمر يعني في موضوع قرطبة كان هناك مبحث عن الأمثال العامية أثبتته باسم الباحثة وتشابهاتها بين الأمثال العامية المصرية أو العربية والإسبانية. إذن أردت أن يكون العمل ليس مجرد رحلة أكلنا وشربنا وما وإلى آخره، ولكن أن يكون أيضا مرجعا، وهذا ما أستند إليه في طريقة أحببتها. لأنني ما قبل العربي أنا تلميذ أو قارئ ناهم لمجلة ناشونال جيوغرافيك ماجازين. هذه المجلة كانت تمثل كل عالمي، حتى اليوم هي أصبحت تحتفظ بدولاب خاص في مكتبتي بكل منتجها الإنجليزي أولاً ثم العربي ثم الأسطوانات وأخيراً أعدادها الكاملة التي اشتريتها من موقع. رأيت بين موضوع المعلمات التي فاز بجائزة الصحافة العربية في الثقافة للعام 2015 هي قصة غريبة عجيبة. لا يعرف القراء قراء مجلة العربي أن المجلة توقفت عن دعم سفر العاملين لديها إلى الاستطلاعات منذ 6 أو 7 سنوات قبل أن أتركها العام الماضي. لذلك كان علينا نحن ألا نشعر القراء بذلك النقص. العربي معروفة أنها مجلة الاستطلاعات، وأن تقف الاستطلاعات فهذا يعني نقصا كبيرا. إذن عليك أن تسد تلك الثغرة دون أن تفضح المؤسسة التي تعمل فيها التي تمثل بيتك. أنا عملت في العربي واعتبرتها بيتي، لذلك كان علي أن أحافظ على هذا البيت، فحولت كل الرحلات الخاصة التي قمت بها سواء مدعوا أو على الفقرة الخاصة إلى استطلاعات. في أحد المرات ممكن أن يأتي كتاب جميل
مصور وأحوله إلى عرض مصور مثل كتاب المسجد، مثل كتاب موسوعة الأزهر الذي أصدرت في مكتبة الإسكندرية، لكي لا يشعر القارئ أن المادة المصورة فقيرة في مجلة العرض. ثم جاءت حكاية المنمنمات، كنت أعد موسوعة عن المنمنمات وحقيبتها بفصولها لا تزال موجودة، وأحسست أن العرض القادم لن يكون فيه استطلاع. فبحركة فارسية رحت يعني أخذت بعض هذه الفصول وأرسلتها إلى العربي لتنشر كاستطلاع، ونشرت كاستطلاع، ودخل هذا الاستطلاع المسابقة وفاز بالجائزة. فأصبحت الهدية التي أهديتها إلى مجلة العربي إلى بيتي، لذلك لا تضنوا على بيوتكم بيوتكم بالهدايا، جاءت المحصلة بما يكفي لأن أقول أنني كنت على حق. أنت حين تحافظ على بيتك الإعلامي أو الثقافي أو بيتك حتى المجتمعي، أنت تصنع المستقبل، تؤمن المستقبل، وهذا ما كان. لذلك هذه القصة أذكرها لكي لا تندموا على شيء خير فعلتموه. وكانت نيتي مش أن أنا أخش المسابقة، كانت نيتي أن أنا أسد الثغرة. وأذكر أن هذا العام مددوا فيه قبول الطلبات، العام الذي فزت فيه، فأتيح لي أن أدخل بالصدفة هذه المسابقة، وأنا أدخلها ولا أعرف أحدا، وقلت لن أفوز ولكن فزت، ويبدو أنني حين لا أعرف أحدا أفوز. لذلك وهذا ما حدث في جائزة مالهي في الأداء التي هي 3 أضعاف الجائزة القادمة من دبي. هذه الجائزة أنت لا تتقدم إلى مسابقة، إنما ترشحك مؤسسات. كانت روايتي الشماوس قد صدرت في 2007 وترجمت في 2008 إلى اللغة الكورية، والمترجمون هم من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية. ثم هناك مؤسستنا، مؤسسة أجا إيشيا جورنالست أسوسيشن، التي أيضا أضافت صوتها إلى الترشيح. بعد الترشيح بدأت المراسلات يسألونني عن باقي الكتب وماذا كتبت هنا وماذا كتبت هناك. عمل دؤوب للترشيحات كي تصل إلى اللجنة الأخيرة، قوامها المؤسسة التي يرأسها ويؤسسها بوزيون وأكاديميون في الجامعة وإعلاميون. هؤلاء لم يعرفوا حرفا واحدا في اللغة العربية، ولكن سألوا ورأوا الإنتاج، رأوا أنني ترجمت لشعراء من عندهم على اللغة الإنجليزية، رأوا أنني قدمت استطلاعات روايات أشعار، قرأوا أشعاري باللغة الإنجليزية. هذا ضمن لي حينما ترشحت في المرحلة الأخيرة أن يتم اختياري لأفوز بجائزة منهي في الأدب. هي جائزة كبيرة جدا، هي أكبر جائزة في آسيا، فاز بها مويان في العام الذي سبق فوزه بجائزة نوبل للأدب، فاز بها مول سوينكا من أفريقيا برضه فاز بالأدب، وهي تمنح في الأدب والسلام، ففاز بها نيرسون مانديلا في السلام، فاز بها شيرين عبالي في السلام. لذلك الفرح دائما يأتي من حيث لا تدري، لأن هناك عينا ترى، عين غير تلك التي تتصنع العماء في بلدك. لذلك أنا ممتن أن لي عينا رأيتهم بها، وممتن أن لهم عيونا رأوني بها. وأشكركم لتكبدكم بحضور